كيف ترى مستقبل النهضة؟ النهضة وين ماشية اليوم؟ وشنو ترد على الناس اللي ينتقدوك اليوم؟ نشوفه فيه حتى في صفحتك في الفيسبوك، يقول لك أنت الآن يتم توظيفك من قبل الأعلام لضرب حركة النهضة، وفهم عملية تلاعب قاعدة تسير بيكسي عبد الحميد، وهذا ما يفسر ظهورك الإعلامي المكثف. والله يوقتوا أنت قاعد تلعب بيا، مرحبا بيك صاحب بيك كل شيء. عملي لازم تتأكد منه محمد، اللي ما ثمش كلمة قلت أنا كا ما كانش واضح عندي لان باش نقولها. واللي الخيان اللي خايفين على النهضة نقول لهم سيب عليكم الإمارات ومن عابير ومن الماسونية ومن الإمبريالية، صلحوا رواحكم حتى حد ما يجيكم. البلاد في حاجة اليوم من حركة نهضة ديمقراطية شفافة، كل شيء قوية وكل شيء، بلاد في حاجة لهذا وعندها الإمكانيات الشهرية. ما عنديش توقعات، ما نحبش نقول على التوقعات نتاعي. ممكن يصير انسلاخ نهضة تولي زوج أحزاب. التوقعات عبر عليها سي سمير ديل وعبر عليها منا سي لطفي زيتون، الاثنين منا ما مش متفاعلين. أنا ننظر من الزاوية الأخرى، يا نهضويين اليوم ثم حل في دقيقة 90. راهو المغالبة اليوم، راهو اللي يحب يعفس على القانون راهو ينجم يوصل به كل شيء، لكن يخسر اخلاقيا وسيخسر سياسيا وسينتهي سياسيا، ولن يكون مصيره مختلف عن المصير نتاع بورقيبه والمصير اللي انجا منه الباجي قايد سلسي بالموت. بالتالي نقول ما دام مازال ثم فرصه اخضر الغادي وصلح الاخطاء نتاعك، والحيله في ترك الحيل، ورقد في النيه واخدم بالنيه وبات في الثنيه، ما تخافش من كل شيء. شكرا. المؤامرات تمشي، لكن اللي مشي واصل ثم ناس وقت اللي يبدا عمره 40 عام يربح بشعر كات في 80 مش بالضروره بشربها.